مساء الخير ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مسح الغبار. نواصل لقائنا مع الصحفي حميد المهداوي. حميد مساء الخير. مساء الخير أبو شرى. مرحبا بك معنا مجددا. الله يبارك فيك أبو شرى. حميد، كيفاش استمرت الحياة ديالك في السجن من بعد ما خرج ناصر زفزافي سجل صوتي؟ أولا شكرا لك أبو شرى، وشكرا للمتتبعات والمتتبعين ديال البرنامج. بداية معذرة شوية عيان، ويعني يلاحظوا الناس أنه نقصني ديك روح التعابة اللي مولفن فيها الناس، والطريقة باش كنعبر شوية مستريسي مع الامتحانات بزاف والضغط والبحث ديال آخر السنة وبعض الأنشطة مكلفنا بها أساتذة، إلى جانب المهام الأخرى ديال الموقع. ولاحظتوا بشحال هذه ما درنا برنامج مسح الغبار، حتى ديك الحلقات الأخرى لهذا الناس يعذروني، يعني لا شافوا كاين الضغط بزاف، إلى جانب بعض الإكراهات الصحية. استمرت الأوضاع خايبة، تعقدت الأوضاع بزاف، غادي نتكرفس مزيان، وخاصة من بعد الرفض ديالي لكتابة العفو، لأن طلب العفو كما قلت لك داكشي كان موازي. كان موازي، لا العفو كان بدرجة أساسية، غيبدلوا معايا النغمة. لحقاش قبل ما نمشي باش هبط لتفريد جوج، في الأول كان توجه ديال، فهمتي كيفاش؟ كتعرف دابا أن طلب العفو مع كامل الأسف كيدير به واحد الشونطاج، تتحسن لك وضعيتك مقابلة. بحال دابا أنا نهار اللي جا عندي مثلا قالوا لي تكتب العفو، ما بغاوش يداوني العينين وفمي. نهار اللي جاوا قالوا لي غتكتب، قلت لهم واخا وكذا. الخميس الجمعة داروا لي رونديفو على يومين، بصاوب أسنان وفمي، وهنا في السويسي من تيفل الجوج بزاف ديال نهار اللي جاوا عندي واحد المؤسسة دستورية. والثاني أول سؤال كيقول لك كي داير وضعيتك في السجن، غنقادوا لك هذه مقابل تكتب طلب العفو. يحسن لك وضعيتك في السجن المقابل ديالها هو. حتى في عكاشه نهار اللي بدل لي راه كان ذاك الطلب ديال العفو عاوتاني، ذاك الاعتذار مقابله عاد زادوا لنا جوج سوايع، عاد زادوا لنا كذا، عاد زادوا لنا كذا. هذه من الاشكالات العميقه جدا، ان الوضعيه ديال السجن كتولي كانت اداه المقايضه، تقايضوا معايا بها بزاف. فلحقاش انا ملي جيت لتيفلت جوج ما نساوش، يعني انا شكون اللي جا عندي مسؤول قال لي انا ما كنتش الادماج ناسي ادماج العقوبات، عندي العام الحسيمه داك الصياح عام الحبس، وعندي 3 سنين ديال الدبابات. القانون تيقول لك الفصل 120 من الدستور تيقول لك بان العقوبه الاشد هي اللي كتنفذ، ملي كيتعلق الامر بجوج ديال العقوبات، العقوبه اللي اشد هي اللي كتنفذ، كيدمجوا شريطات ميكونوا يعني من نفس النوع، وتكون العقوبه الاولى الفعل الاول، يعني اللحظه اللي درتي الفعل الثاني كيكون الاول باقي غير عقوبه مؤقته، اما كتكون باقي عند قاضي التحقيق نهائيه، اما كيكون باقي عند الشرطه او عند النيابه العامه او عند قاضي التحقيق، او باقي غير حكم مؤقت، واخا يكون حتى استئناف كاع ماشي مشكل، فهمتيني؟ ولكن الا ولا حكم حائز انذاك الا جا الفعل من وراء في التاريخ ما كيتدمش، هذا هو القانون. رغم انه كاين تجاوزات، شفت انا ناس نهائيا وكذا وما تدمجمش والعكس صحيح، فكاين مشاكل بزاف في هذا باش ما نطولوش. فتعقدت الوضعيه ديالي بزاف بزاف بزاف. استمر ذاك الاشكال ديال الهاتف، كتهضر كيحط لك فمك في ودنه، ديما الصداع ديما ستريس، عيش من كتب المندوب، عيش من كتب المجلس الوطني حقوق الانسان، كتبت لك كل شيء في هذا الجانب، ولا يعني حتى شي واحد ما تفاعل معايا، تكرفصت بزاف بزاف. بقى هذاك الوضع هكاك حتى عاوتاني العينين ديالي بقاو كيمشي ليا النظر، بقى كيمشي ليا النظر، كيمشي ليا النظر بزاف. دابا المشكله ذاك النظر اللي درت انا في السويسي ماشي نفس العبار، غلط داوك هما لا في الاول شكون اللي من تيف الجوج كانوا داوني اللحظه اللي كان جا داك طلب العفو، داك فهمتي في الوقت كنقول لهم انا طلب العفو ما غنكتبوش، ماشي الحقاش زعما على فقط لان التهمه ما كايناش ديال الدبابات، وما يمكنش تقيسوا لي مشاعر الوطنيه، ما بغيتش نقبل هذا العار ديال انه تكتب العفو باش تخرج. كان واحد الضغط طيله ملي تشديت العفو، شي من النهار الاول في الحسيمه انا عرفتي ما كاينش كنقول شي سجين في تاريخ المغرب تمارس عليه الضغط اللي تمارس عليه في العفو. من نهار تشديت في الحسيمه وطلبات العفو من مؤسسات دستوريه، مسؤولين اداريين، محامون بعضهم، جمعيات، داك الشيء كان رهيب عليا انا حامد المهداوي. علاش هاد الصيغه ديال العفو ما فهمتهاش؟ والله ما فهمتها، زعما واحد الضغط موليس. تصوري كنمشي للمحكمه عند الترشيح عند الطرفين، ورا المفاوضات كانت عندك في الحبس على العفو، كنتم غادي وانت فاقد الامل صح. واش اللي تفاوض معك في الاداري ولا جهه كذا بقى عندك شي امل مع القاضي؟ كيف بقى يبان لك ذاك المشهد عرفتي؟
اه كامل العسل، لحقاش كنتفكر هادشي كاين تأثير نفسي. انت دابا معزول في واحد الغرفه، كنت مدخل عندك انا بكرافطه جوج ثلاثه طراق طراق، كنبدا نتفاوض معاك، تصور تيقول لك شي واحد وراك انت راه حنا اللي غنبقاو معاك، هذاك راه غادي بحالو، هذاك تصور هذا النوع من وملي كيتنفوضوا كتقول لا، وكيتم غادي قدامك عاطيك بالظهر وانت جالس في الزنزانه ناعس، هو غادي قدامك خارج بحالو وغادي ماه بلا، وغدا عندك جلسه عند القاضي. عافاك لما نفسيا نحسي بهذا الالم، كيتم غادي قبالتك الارض كتشق، انت ضعيف مسدود عليك، ما بغيتيش واخ ايوا تحمل مسؤوليتك في الحبس وفي الماكله وفي ظروف الاعتقال وفي كل شيء، يعني كيدخل واحد التاثير واحد الالم نفسي فظيع جدا كيتمارس عليك، كتكون معزول في ذاك ما على اي صافي. قلت لك ما بقى ذاك الضغط، جا الضغط الثاني هما فين يبداو يكرفصوني، غيجي الاشكال بعد اللي خطير جدا هو ديال ادماج العقوبه. انا دمجت العقوبه صيفطها للوكيل العام، الوكيل العام منين دمج لي العقوبه انا اولا المسؤول هو اللي درتي طلب ادماج، المسؤول جا عندي انا ناسي ادماج العقوبه، جا عندي قال لي فلان خصك تمشي دير طلب ادماج العقوبه. على الزعما جا عندك؟ كانوا غيخرجوني هما بهكا زعما يدمج العقوبه العفو صافي غيخرج هو، راه كان في انا ما كنتش غنعكم بالعقوبه، كان عندهم هذا التصور شتي اللي حسيت. لقاش هو الاول اللي قال لي كتب ادماج العقوبه، كتبته غيجاوبوني في شهر. الناس كاين الادماج العقوبه كيجاوبوهم على عامين ثلاث سنين، كاين اللي كيدخل في العقوبه وسالا وما كيجاوبوهش كاع، انا دغيا جاوبوني في عقوبه دمجوها ليا. كانوا معايا السجناء كامل قالوا لي حامد تخرج، كان هذيك العطاش اللي كان في ذاك النقاش ولا ايه. صافي دمجوا لي العقوبه. شنو دار هو الوكيل العام ديال الدار البيضاء؟ صيفط المدير ديال عكاشه حقاش المفدي اللي عنده، والمدير ديال عكاشه صيفط التيفلت جوج. خرجوني لكريف وسنيت، ما معنى سنيت؟ دمجت العقوبه وكاتب لتحت في الورقه السيد الوكيل العام هو من ادمج العقوبه، هو من ادمج العقوبه. وخرجت انا ونفذت. اذا السجن شنو هو؟ سلطه اداريه كتنفذ الاوامر والمقررات القضائيه. دونك انت يا كوكيل العام عطيتي الاداره السجن تنفذ، هي كتنفذ. ملي كنفذوا شي حكم واش ممكن نستانفوه؟ لا، ما يمكنلكش تنفذ واحد الحكم وانت وباقي محكمه اخرى كتشوف فيه. يعني تنفذ صافي. صافي، دابا انا اللي حكمت عليك بالاعدام بشرى وقتلتك، واش النيابه العامه غتستانف؟ وشكون اللي كيعطي الامر؟ الوزير العدل هو اللي كينفذ الاعدام. تصوري الوزير العدل كيمثل مثلا النيابه العامه اليبوك قبل من تصوري نفذ فيك، هو اللي تقتلك وعد منك وخشاك تحت ترابو ومشى على المحكمه النقد كيستانف. شنو كيتسمى هذا؟ حل المناقش. دابا هو الوكيل العام ديال الدار البيضاء قال لمدير الحبس هاك نفذ هذه العقوبه، دمجها المدير دمجها وسنيت انا وسنى المحكمه وسنى الوكيل وسنينا ونفذنا وعطيتك انت يا سجل الاعتقال فيه سالينا. لحقاش الماده 597 القانون المصري كتقول لك يقع التنفيذ بطلب من النيابه العامه عندما يصبح الحكم غير قابل لاي طريق من طرق الطعن العاديه او غير العاديه. طرق الطعن كاينه العاديه وكاينه طرق الطعن غير العاديه. طرق الطعن العاديه هي فيها الابتدائي الاستئناف، ذاك الطعن الاستئنافي اللي كيكون، اما غير العاديه هي الناقد المراجعات، فهمتي كيفاش؟ اللي ما كتسالا. يقع التنفيذ، يقع، شوف العباره المشرع، يقع التنفيذ. فوكاش كيوقع التنفيذ؟ بعدا بطلب من طلب من النيابه العامه، هي اللي كتطلب هاك نفذوا لي. فوكاش خاصها تطلب؟ عندما يصبح الحكم غير قابل، اذا ما هي طلبتش، اذا هي مقتنعه بان الحكم ما بقاش قابل للطعن. وشويه كيمشي لك المحكمه النقد حتى كيجيك لا حيدنا لك الاستئناف، شحال تفهم؟ انت الوكيل العام عطيتي حيدنا لك ادماج العقوبات. علاش؟ هو هذا ما بعد العفو، هما عطاوه لي في الاول كنت غنخرج به، ما بغاولينش نخرج بعفو باقي عندي عقوبات. ادماج العقوبات كان، وهذاك الادماج عاوتاني كيحكي زعما كنت تكتب طلب العفو وفق الاتفاقيه، زعما حنا يسرنا لك الماء. فهمتي كيف؟ كان فيها بزاف الدلالات. بون قبل ما حيت الادماج غادي نناقشوا لك مزيان من الناحيه القانونيه، ربما الى اتسع الوقت والى ربما حلقه اخرى، حيت نقاش قانوني هذا باش الناس حيت عشت فيه العذاب في الحبس بزاف، كان خصني الادماج، كان خصني كان فيه التعدو وتمارس عليا ضغوطات على أيين. بون كان هذا الاشكال كيف قلت لك من المور ديال استمر ديال التليفون وقع فيه الضغط، ادماج العقوبه غيوقع فيه المشكل. ولكن ملي كتمشي تشوف انت الادماج كيقول لك اللي وكيل العام النيابه العامه استنفذت لك نهار 9 الادماج كان 8 ماي. على فكره ما شوف هاد هذاك الشيء راه غريب الاطوار، 8 ماي او 8 يونيو 8، وفي 9 استانف الوكيل العام، وفي 9 هو صيفط لك صيفط
صيفط وستانف لا دابا كنبقيت كنضحك تنضحك على اي واحد تيقول حيت انا قريت في الادماج وبحثت مزيان في الحبس راه لدرجه راه قال لك واحد الوكيل عام قال لك سي مدري ولا فقيه في القانون بحثت كتبت الوزير العام دوختهم كتبت الوزير العام كتبت الوكيل العام كتبت رئيس النيابه العامه كتبت المجلس الوطني كتبت وداك الاشكالات القانونيه حيت هما لا يعقل داك الشيء داروه مترع كما تنقولوا بالدارجه المغربيه حيت النيابه العامه هي علاقتها بها علاقه ديال دعوه عموميه الماده 4 من القانون المسجل كيقول لك تكسقوا الدعوه العموميه منها العدد من الاشياء التقادم العفو وكذا اكسيتيرا ومن جملتها صدور حكم حائز القوه الشرعيه المغربيه صدر الحكم اش كدير معايا انت ما بقاش عندك هذا نقاش بعدا باش ما نخليش الحلقه اخرى ف بقى هذا الاشكال ديال سميتو والاشكال ديال ديال النظاظر النظاظر ما كنشوفش فيهم ابوش كنطلبهم الخروج والو ما شفعوش فيا صافي مشيت لدوزت الامتحانات بغيت كنعقل شهر 12 لقاش الحدث ديال الزفزافي كان في شهر 11 اعتقد بدايه مشيت دوزت بدا معنا الزياره بوش حتى ملي مشيتي لعكاشه نفس الوضع بان بزاف المدير ما تشوفوش داوني لواحد الجناح اخر باقي كنعقل اون فاس لقيت هذاك منصور السلفي انا وياه اللي باقي في ديك البلاصه دخلت باقي كنعقل بوش مزيان نظاظر ما كنشوفش وقبل منها دوز امتحانات والله ما كنشوف ديك اللحظه تصدقيني وتهرسوا لي النظاظر وما عنديش نظاظر تصوري مهرسين وكندير طيبه هكا طيبه كتقول لي لا وكذا قلت لها راه امر استعجال قالت لي واحد الكلمه الطبيبه ديال تيف الجوج ما بغيتش تنسي لي وكتبتها في رساله للمندوب مي ما عقلتش شنو قالت لي شي حاجه لا يقبلها العقل قالت لي حنا في فورماسيون ما عندناش هاد شي حاجه استعجاليه ولا شي حاجه ديال العين ندوز امتحانات ما قالت لي ماشي مشكل فكرتها قلت لي انت جيتي عندي حتى لهنا صافي بالنسبه لي النظر عندك مزيان كيفاش؟ قسما بالله بهذه العباره جيتي عندها زعما قالت لي صافي عندك انا بالنسبه لي الا جيتي عندي للبيرو قالت لي صافي راك كتشوف مزيان دوز امتحانات مزيان والحوسيه انت قلت لها كيفاش الاستاذه؟ قالت كتبت للمندوب والله ديك الرساله باقا غير تما كدور في من بعد جيني خبر وصلت لعند المندوب كيعيطوا له في التليفون شي مسؤول فين هو الرساله تاعك المداوي السيد باقي تما وصلت هو كاع ما عنده المدير باش عارفين داك المنسقين وداك التبركيك بيناتهم من بعد جيني بقيت كنضحك باقي كاع المدير تقول انا باقي ما وصل لي والو شافوني كتبت في الكاميرا عطيت وعلى ايين صافي مشيت ل كيجي دوزي امتحان بلا نظاظر بلا نظاظر شوفي لا وفوكاش غندوز امتحان ابو شرا غيديوني لحد في العشيه غدا الاثنين غدوز هذا المدير اللي هنا كيقول له صيفطوا لك تيقولوا له خو لا خصو ليله هذاك المدير هذا اللي كاين دابا سميتو الكراري ولا ما عرفتش سميتو شوفي على العقليه كي دايره يا بوش ما ترتاح ما ترتاح والله لا نعسي لا راجعتي بالله وسير قول له حقوق السجين وانه والبلاغات والبيانات واش يدير لك تخرج العينين لا تيقتلوك تصوري تمشي انت ويجيبك من وجده حتى العيون ومن طنجه للقويره لا غدا غدوز ماشي شغل المهم هو راه تصور خصك تنعس وتقرا الكور لا غدا اش كيقولوا المدير الاخر ما تصيفطوش ليا والله الا كيقول هذا هذا كيقولوا صيفطوا لك دابا بلاد ما كاينش شي قانون كينظم هذا ما كاين لا قانون لا والو كاين بزاف التغارات عندهم في هذا الشيء ما كاينش حاجه كتنظم على قتل السجين بالاداره فوقاش تصيفطني ونمشي شحال وفي عطيني شي ماده يصيفطك فوق ما بغا هو انت بحال شي بضاعه السجين ابو شعل اداره السجون قرا ما نجح ما تنجحش ما عندوش لا خصك تفهمي بانك انت عند اداره السجون بحال شي ما كاينش انت التشريع ما محطوطش عليك فهمتي حقوق ولا لا لا داكشي كاينش كاع دابا السجن الحبسات في المغرب بحال شي فيدراليه تقدر تمشي شي سجن كتلقى مثلا دليل السجين معلق في الحيط انا عمري شفت دليل السجين في تيفلت جوج عمري شفتو في عكاشة ولكن شفتو في تولى الجوج لاصق وشفتو في الحوز فهمتي في السجن كله كل مديرو كيدير ليه تقتلو تقريبا يعني انا عطيتك مثلا في دليل السجن اخر كيعطيك خصو يعطيك واحد الكتاب كيتوزع سجن والله ما تشدو في تيفلت جوج عطاني دليل السجين تنوضت عليه الراديو والله لا دخلتيه في تيفلت جوج والله لا شفتيه ولكن الا مشيتي للقانون 92 93 يحق للسجين المذياع وكذا ها هو ها المذياع المشرع عطيه لك ولكن الحبس ما عطيه الاداره ما عطيه لك علاش كي ما نعطيكش الراديو حيد عليهم كيفاش ما كاين حتى حاجه واش وما كيعطيكش حتى صنداله حتى فوطه حتى مبررات زعما اللي كيعطيه كاينش مبررات في السجن ابو جره كل شيء مباح في السجن وكل شيء ممنوع في السجن ما كاينش قاعده كتنظم الممنوع تشوبينا يدخلها لك ويقول لك ممنوع عطيني يقول لك حيدها هرسها لك تشوبينا يحيد لك ستيرو يحيد لك بريق يحيد لك برادع شنو هو اللي كيمنعو
ما كاينش حدود. من السجن واحد الفضاء يدير لك الحماق في راسك، يبيع لك مطيشه ويبيع لك بطاطا في الحانوت ويبيع لك البصله والجنوي منوع ويبيع لك اتاي ويبيع لك السكر ويبيع لك الاقامه والبراد منوع. هذا هو الحبس قسما بالله العلي العظيم. كتمشي كيبيع لك الكارو الباكيه وكيقول لك بريكه منوعه وشعل باش والحماق تيبيع لك باكيه الكارو تيقول لك لا البريكه منوعه وتيعطيك اتاي وتعطيك السكر ويحيد لك البراد، براد منوع على حد البراد تيقول لك عاد ضرب به والسكر اش كتبيعو مثلا شي انا شفتو عشتو. بيع لك بطاطا ويبيع لك بصله مثلا والطبسيل منوع. كاينش ما كاينش شنو هو داكشي كيخدع المزاج مزاجو فيه بزاف ديال. فكان واحد يعني من مورا داك التسريب ديال الزفزافي تكرفصنا ومن مورا داكشي ديال العفو انا ملي وعبرت بادب قلت لهم الاساتذه رانا. فكان ضغط علي ضغط غيبان في الادماج العقوبه وملي كنشوف محكمه النقد ملي خدي عرفتي حيت الادماج كاتب ليا بان طلب السيد نائب الوكيل العام الادماج خصو دير النيابه العامه مؤسسه ما معنى كتقول محكمه النقد السيد نائب الوكيل العام علاش واش النيابه العامه كتقدم انا بقيت كنشوف. المهم تنجيك نهار الادماج وغن قلت لها صافي مشيت تعمى هكا مشيت دوزت الامتحانات دوزت الامتحانات هادوك نضاضر مهرسين والله العظيم الا معذبه اختي ما غاديش تنسى لي ديك الحكره فواحد البلاصه وما كانش داك الماء. حميد قبل كيفاش كدوزو الامتحانات؟ كندوزو الامتحانات عادي جدا. لا واش كدوزوهم في السجن تما ولا لا في السجن كاين اقسام لا في واحد البلاصه كتسمى الاشراف الاجتماعي المدرسه كتسمى اشراف في كاين المشرف الاجتماعي كيدير انشطه كاين كراسي طوابل كلشي اقسام اقسام عادي كيجيبوا لكم اسئله كيجيبوا لي بوليكوب كيكونوا لي بوليكوب مسدودين وتيكون كيجي واحد استاذ من الكليه الله يجعل ربي يكرمه تمنى شي اخوان في طلبه يسلموا عليه ديال عين الشوق جديده شنو كان سميتو ذاك الولد والله الا عقلت عليه فكريني ما عقلتش سميتو واحد موظف طيب صلاح صلاح اي الله يكرمه صلاح كان مسكين رجل جدي وعملي وكندوزو في ظروف زعما بوشرة قاصحه عندك حسب لك كتكون عندك كاينش نقير لا عرفت واش كتكون عندكم نفس الاسئله مثلا لا سلام نفسها وطنيه بحال بحال ديال الله فكندوزو بحالهم ظروف بحال حراسه دقيقه مره مره يجي المسؤول ديال الاداره السجون يطل كيدير الاجواء كذا كذا حاجه اللي كاينه ماشي بحال هو الكارو التكيف كيكمي وسط لا ماشي كان واحد المره ما عجبوش صلاح وما عجبوش ولكن بعد فهمت انا ان شي جهات في اداره السجون بحال الخط هادشي اللي فهمت انايا لحقاش السجين انت تيكمي ومحكوم كان كيدوز حدايا واحد انا محكوم ب 30 عام حدايا واحد كان الاعدام كان يدوز معايا هذاك الوليد مسكين ديال اللي قتل الاخر اللي قتل البرلماني مرداس ذاك الوليد وضختو مول 30 عام حدايا كيدوز حمزه وعرفتي يا بوشرى كنبقى نصبر فيه 30 عام بوشرى الحبس حداك وليد بقى وليد على صغير هو دختو الاخر خالو هو اللي جابوه هو اللي كان صايك والاخر الله ضرب ومنين قتل هرب لتركيا الدري الصغير حمزه وجابوه تقول لك انا ما كنتش عارف عرفتي واحد النهار اش كيدير له تما واه يا بوشرى السبان هو هذه انا شاهد عليها كيتسابوه حمزه حمزه كيتسابوه وخالو هو مشاري اللي قتل خرجتي عليا لا يلعب عرفتي اش كيدير له بالسبان في كانوا يلا عجب با كنا كندوزو قلت لك عاديا لونفولوبات هكا تيحلو كنسنيو الاسماء ديالنا صافي وكنساحبو صافي واش غادي نقول لك نضاضر غيجي واحد السيد جابو لي نضاضر لان ما بقاش نقدر من بعد واحد ثلاث ايام يا ربي جا صدفه كنت غادي نتكرفصو وغادي نتكرفص اي صدفه واحد السيد كيجي من العام لعام العكاش لان من اغ طبيب واش فراسك انت ان اداره السجون فيها 100000 سجين وما عندهمش طبيب عيون حتى واحد في السجون المغربيه بين قوسين بالنسبه للتطوع انا كنت كيفاش كان هذا الاشكال عندك ديال العينين كانت تلاقيت مع واحد الدكتوره وكتعرفك وكتعرفني وكنوجه ليها التحيه بهذه المناسبه وقالت لي بانني انا مستعده انني نمشي للسجن زوجة الاستاذ في الشاليه زوجة الاستاذ ديال المحامي الله يكرمه مسكينه قالت لي انا مستعده نمشي للسجن وندير زعما ندير المداوي الفحص ونديرو حتى السجناء ومجانا بشكل تطوعي وقلتها للمدير والمدير ما قبلش الفكره ما قبلش ما كيساعدوش وما هكا بزاف مشكله في السجون المغربيه مشكل بكل ما تحمل الكلمه من معنى فدوز لي داك السيد شنو دار لي بشرى عنده واحد الكيسان هادو 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 واش غادي نقول لك خرج ليا واحد نظر
الله إلا كان عماني ذاك السيد بالله، الله إلا كان جمع ليا، لا علاقة بذاك العبار، ماشي عنده أدوات متطورة، أجي يبيع واحد الباريزة كيدير لك الدجاج، حط لي واحد الورقة هذيك وهذيك بسرعة، ما عندها علاقة، ما بقيتش كنقشع والو نضاطر مرة، تعذبت مزيان، وهي هذيك، بعد واحد المشهد ما يمكنش ننساه في التيفلت جوج ملي دوزت الامتحان، ملي دعوا كتب الامتحان، كانوا حدانا جابوا شي كازاوا داير إضراب عن الطعام، كيدوزوا من حدايا، كيدوزوا معكم الامتحان؟ لا. غا هما ملي كيدير اضراب عن الطعام شي بلاصه كيجيو يباتوا تما حيت معزول فين كنتي كتبات فين كنبات واحد المره واحد الكازاي مابغاش تنسالي هاد الديكور ضحك جا عندي وقال لي خويا راه يقتلونا بالجوع عطيني ما ناكل اخو هو داير اضراب عن الطعام وجايبينهم تما عازم راه اضراب باش ما ياكلوش هو ما خصوش يقول لك اضراب باش ما تعطيهش قال لك زعما راه انا ما دايرش اضراب وراه غير الماكله ضعيفه عطيني ما ناكل قال لي خويا راه يقتلونا بالجوع هنايا والله الا باغي يقتلونا وانا عارفو داير اضراب من بعد بقاو كلهم فيما يدوزوا كيخرجوا الفسحه ديما كيزعني خويا وليت كنعطيهم بزاف كيخشوا فيا انا ما خشيت كاميرا تشوف كنعمرهم وكيمشيو يبقاو ياكلوا مساكن كيبقاو فيا كان كنت كنعطيهم بزاف ديال الماكله صافي هذه هي الاجواء ابو صالح دازت هكا الصباح ابو نور كان تفكر هذا الشيء اللي وقع شحال دوزت في ايام الامتحان شحال من يوم لا ما دوزتش بزاف هذه غير سيمانه دغيا ساليتي امتحانات قال لك مع الصباح ابو صالح هزني مع الصباح لا ساليتي امتحان الصباح داك الصباح اه مع الصباح تاني مع الصباح شي دوزت في عشيه الصباح وقفوا عليا واحد موظف مسكين مع الصباح ديال الصباح داوي جمع حوايجك او انت مالك قالوا رئيس معقل واقفين عليا خصهم يخول حتى راه واحد المدير واحد الاسم معقل ابو شرف وكاشا واحد الجوج انت راه كتعرفيهم كرفصو نشاط الريف وكرفصو سليمان وكرفصو عمر وكرفصو هاد شفيق وكرفصو يعني عندهم واحد السيستم باقي لهم ني تقريبا شي ربع سنين صدقوا لهم اداره السجون داك التوجه القاصحين كي راه تي ابو شرا تي زعما داك الشيء راه لا يقبله عقل ايوا مع الصباح نوض ما يشوفش في العيد وكو اللي كان كيجيب ليا مرايه ما يعطيهاش ليا داك المدير والله اللي جايين اللجنه البرلمانيه سي المداوي مرايه كيدير هاد الشيء فج وقدام الشطار مش كيقول لي هذا المدير انت سي مداوي راجل اونس راجل صعب اش انت انت راجل اونس قال لي قدام الجندار هذا المدير اللي كذا والله العظيم قال لي زعما من بعد من نقول لواحد المسؤول اخر اش قال لي واحد العباره في شكل قال لي ذاك راه قال لي راه انت حيت فاهم واحد شويه مكالمات كدور بها فهمتي واحد المهم قلت كنشوف ماشي نفس الهضره انت راجل اونس هو هو في ظهري كيعطيني الكاويه هذا الشيء اللي غنفهم انا فهمتي الفكره وثانيا اللي كان قلت لها جولونس اش يقول لي نهار العيد مبروك العيد لا انا جولونس ما نهار العيد وانا عندك في الحبس ما تقولش حتى مبروك العيد عيطتي عنده تما اه والله لا جا عندك في العيد عقلتيش باش عاود لك يعني لاحظي التناقض قدام الجندرم تاع جولونس حيت باش تمشي في باش تمشي ما تهضرش عليه بلا مشاكل وما تهضرش عليه وفيها خلفيه حيت انا كندير لك تقول لي جولونس تجي عندي في العيد ما تهضرش فيا في ظهري تعاملني فهمتي الفكره وعلى اي رجعتي لتيفلت رجعت لتيفلت جبت معايا كان عندهم واحد الروز ديال الحوت كان كيتباع في واحد كروفيتا حبه دابا هذاك المدير كيجيب هذه الماكله المغدى هذا المدير كيتباع في الحانوت في الحانوت في عكاشه عكاشه تيفلت جوج كنا كنقولوا حنا تيفلت جوع هاد السجناء تيسميوه تيفلت جوع ما كاين ماكله مع شي ديال العذاب ماكله ديال الاداره والحانوت ما فيه والو فيه غير البيض والسكر والزيت رجعت من عكاشة دوزت الامتحانات حتى كي تبعت معايا المنسق وذاك المنسق كان حاضيني وعرفتي يا بوجا حاضيني انا كيكتب عليا اي ما عرفتش كياديني ما عرفتش هو المنسق كيكون مع اي حد ولا زعما حالات الخاصة اه دابا تيفلت جوج ولا تولى جوج ولا كاين السجون كتسمى السجون المصنفة او السجون الامنية او السجون التأديبية كتخضع لواحد الرقابه امنيه خاصه فيها الضغط كيكون عدد ديال الموسيقيين بزاف وكيكون شي حاضي شي حبس صغير ماشي بحال حبس كبير دابا عكاشة حبس كبير دابا عكاشة تلقاي فيها شي ثلاثه ديال الموسيقيين ولا اربعه هذا غير حبس فيه غس 500 سجين فيه اربعه الموسيقيين الاخر 10000 فيه اربعه الموسيقيين فكيخضع وهذا الموسيقي تحديدا كان ما كيتعاد يعني كيهضر راسو هكا ويتباكى على اي هو واحد واحد معاه وكان واحد الموسيقي اخر شويه مزيان وكانت بنت موسيقى دونك هما اربعه صافي تتبعت معايا بحال نهار اللي كداوني لتولال جوج معنا نجي على الحلقه نهار اللي مشيت لتولال جوج مكناس مع الفجر الظلمه موسيق معايا والله الا الظلمه على اي جا وجلس هكا انا كندخل بدا كيحيد لي حوايجي
وغادي غادي نوقف عندها باش لانها من افظع ما كاين في السجون المغربيه، من افظع ما كاين في السجون المغربيه، من افظع ما كاين هو التفتيش. فيه واحد التعدو كيوقع بوجره، كيفتشوك بعض المرات في الوحده اللي جوج الليل خمسة الصباح باي لحظه. التفتيش ما فيهش واحد الرحمه كاع، ديالك كيخشي لك الضفير شي في اتاي ديالك في ماكلتك. الا عندك شي يقدر يكون عندك 40 ديال الكيكه تاكلها كلها تحل 40 دانون كله تفرط لك منطق. تيقول كنفتش كيقلبوا زعما على جوان دانون النعجي وكادير له دانون دانون كتشري مثلا وجاي من الحانوت من الحانوت شكون اللي جاب ماشي وما نعرف. المهم هذاك الشيء ما عندوش ضوابط. انا شفت هذا الشيء بعيني. هذا ما كيتعتبرش تفتيش بين قوسين. وهذا شنو غتسميه؟ ما نعرف شنو غتسميه هذا. واخا يكون جاي من الحانوت تيقول لك اسيدي عن قبل الحانوت داز عن طريق مثلا بلانطو ولا داك اللي في كوزينه ولا شي واحد ولعب فيه في الطريق ولا الموظف حلو. المهم ربما المهم حنا كنناقشوا انهم كيجيو في 12 الليل جوج الليل خمسة الصباح كل مره ويرول لك كل شيء. واللي خطير في التفتيش شنو هو؟ وانه دابا انت عندك جوج ميكات عامرين حوايج عيشي معايا الفكره. جوج ميكات كبار كيفركت لك ديك الحوايج مزيان في التراب في الارض في الارض تيبقى يجبد لك الميكا هكا ويرمي لك. وتصوري واحد اللحظه كيحط لك الميكاش خاوي جوج يقدر يكون عندك شامية وكيبقى داك الكركار الحوايج مفركش خبالت عينك فوق التراب فوق الدص. فالجميع ما يخليكش هو اللي كيقلب ولكن تيقول لك جمع حوايجك هي اللي ما كنتش كنحملها تيفركشهم لك مزيان تيقول لك جمع حوايجك. كتبقى انت جالس كتجمع قدامه وهو واقف عليك كيشوف فيك هذا المشهد داروه. فمن جيت داروا لي جمع حوايج بزاف وفركتهم لي واحد الجميكات عامرين والملايات واش كيدير لك الملايات؟ ملايات طويه بوحدك انت طاوي ملايه مثلا طويه بواحد الخير خاصك طويه بوحدك وتطيح على الارض وتبقى تكمش فيها. هادشي راه واحد العذاب اختي. بقيت كنشوف فيهم بحال هكا هو المنسق واخا حوايجي ما كاين بس انا نجمعهم. ويقول لي حيت السبرديله واحد واحد كيعط راسو تي واحد الموظف كيعط راسو مقص يعني تيتحدش. بقيت كنشوف قلت له شنو هو؟ قلت له والله لحيتها قلت له والله لا حيتها قلت له شديك ثلاث سنين ديال الحبس قلت له واخا تزيدني والله لا حيتها لك. قال لا قلت له والله لا حيتها. كيقول لي لا قلت له والله لا حيتها. شنو انا بزناز ولا كيفاش حيت السبرديله؟ واش انا بزناز؟ عندك التليفون اللي عندي الات راه وكدوزت من لاباري وقلبوني بلاباري ودزنا في واحد السكانير صافي سال النقاش. علاش حيت دي السبرديله؟ دابا لا دزت السبرديله بوسط السبرديله يعني اي جهاز راه تيتيتيت صافي سال النقاش. لا دزتي في ذاك الجهاز ورا الجهاز حيحيد لك هو السبرديله بحال شي بزناز يعني ما كتحيد كيمس لك كرامتك المعنويه. ملي كتحيد السبرديله يعني انت غشاش انت كتكمي الحشيش. هذا واحد حيت الجوينات هما اللي تيكونوا في السبرديله وتصور تما كتكميش حتى الكارو ديك اللحظه. شوفي كيفاش كيوصل لمستوى الاساءه النفسيه. قال لي حيد السبرديله يعني كيقول لي زعما انت بزناز بحالك بحال هاد المجرمين راه عندك الحشيش ف راه ما كنبغيش نقول شي حوايج راه اللي يحوزك عندهم بعض. هذه وقعت لي مع يوسف كنا دايرين زيارة ويوسف طفل صغير بغاو حيدوا له السبرديله. ليوسف ليوسف فتشوه بيان سور كيف فتشوه الدري عنده عامين بغاو حي. دابا مشيت التفتيش حنا كبار كيحيدوا لنا السبرديله كنحيدو كنعطيهم كيقلبوهم ماشي اشكال. قال لك يوسف حماق بالوكا باش ما يحيدش السبرديله. وهكاك حيدوها له؟ ما بغيتش نحيدها له انا لانه ماشي ما بغيش هو ما بغاش وبقينا بقينا وديناه قال لك المدير ما يمكنش ما يتقلبش وهزيته وديته للمكتب تاع المدير وجلسنا وبديت كنناقش معاه به. المهم خصو يحيد السبرديله وحيدتها له قدام المدير وقلبها قدام الموظفين في مكتب المدير ورجعتها له وعاد خرجنا. لا دابا شنو غيكون تما؟ حنا الحاجه اللي كنعرف هو الجهاز مثلا نقولوا خطير ايه الا دوزتي في سكانير علاش تقلب الطفل عنده عامين؟ لا دابا حتى ديك الحاله النفسيه اللي تيكون فيها الطفل مازال ما تيفكروش الطفل والله لا فكر لك كنا كنصبروا وكنقولوا كنحيدوا الصبابط وكنحيدوا ماشي اشكال يعني كما كان تيقول لي واحد الموظف تيقول لي يا حميد موظف هذا تيقول لي حقوق الانسان ما كاينش تبرعات تكون في الحبس. اللي في المغرب اللي الحقوق برا في الحريه ما داير والو. قال لي عندك شي حقوق برا؟ قال لي جيتي للحبس عاد تاخذ الحقوق انت في الحبس. فتصوري برا الناس برا وفي كرفصين كيكون العالم مسدود عليك بالساروت عاد واحد تشوف حقوق الانسان وراه واكل شارب مقصود بلاغات تو سد عليك ما شايفك حتى واحد شنو يدير لك هذا؟ ما شايفك حتى واحد ابو وصل. انا قلت لهم غنحيد السبرديله شنو ضرب؟ والله من حيدها صافي قاس حسيت بكرامتي تقاس تما قاس توجاني فركت لي وحوايجي في الغبره حاطهم ليا يعني واحد دير هذا الشيء في فرنسا ولا في بلجيكا ولا في فرنسا ولا في اسبانيا ولا في ولا في ولا في شي دوله اوروبيه حكوا حوايج ترميهم لنا في الحيط في الارض في الدص في التراب. والله تتنوض القيامه بوش وكشكشهم صافي. وشنو قال؟ وصلنا لاتفاق
قال لك غتفتش وسط الغرفه. قلت له ما عليش انا اصلا عم صار لغرفتي نحيد. قلت له يلا معايا. مشى معايا طلعنا حتى الدور دخلنا حتى الغرفه حيدت السبرديله قدامه ولبست النظيره دخلت للمرحله قلت له ها هي ديها دابا خذها كاع ديك السبرديله فهمتي باش ما تفتش لي انا السبرديله. وعلاش البارح ما كنتش كتحيدي السبرديله؟ وعلاش البارح ما كنتش كتحيدي الصباط؟ لماذا الان الا كنتي كتحترم القواعد القانونيه والهيبه والحرمه ومن دخلت عندك الباب طبق معايا القانون علاش حتى دابا؟ حيت ما بغيناش نكتبوا طلب العفو والعفو على شي حاجه المس وشرحت لهم طلب العفو راه بلادي والوطن راه ما يمكنش راه جاري واش الدبابات تقول لي انت الدبابات وعطينا العربون راه عطى العربون لروسيا تصور يا بوشا دبابات غيجيو في جوميا دبابات تصوري دبابه غتجي في جوميا ولا غتجي في تليفون في اس ام اس ولا دبابه من روسيا وهذيك الدبابه روسيا ديال الهبال كتب فيها طلب عفو انت عاملين شي ايماجيني على اعتداء وصلنا لواحد المستوى في المغرب مرعب يعني بقى لا احترام العقول ولا القانون ولا الحرمه ولا سمعه محكمه ولا هيبه قاضي ولا وقع الدبابه ادخال وغادي تكتب فيها طلب عفو والله ما كتبتش ولا خرجتي قبل ما توصل للغرفه ديالك شنو ديتي معك من الشاور في الدار الروز خب شريت الروز مرزقي بفلوسي من عند اداره السجن هو السجن من اداره السجن من الحانوت قال لك ما يدخلش دخلت لقيت كنموت بالغداء على رزقي فقت الصباح قلت له سي الحبيب جيب لي الروز ديالي الله يجزيك بخير قال لي راه عند المدير عاودتني لغدا سي الحبيب جيب لي داك الروز ديالي ولا قول قال لك المدير راه كيتسنى اشاره باقا ما جاتش الاشاره قال له راه باقا حنا كنتسناو التعليمات على الروز قلت له كيفاش كتسناو التعليمات دخلت الغرفه كتبت واحد الصفحه منها ومنها على الروز على الروز إن هو يعهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية إن هو قرآن آيات قرآنية أحاديث نبوية فصول دستورية قانون المسطرة الجنائية إعلى العالم حق الإنسان باش ناخذ داك الروز ديالي جالس كنعصر في عقلي المقريزي هذا عبد الهادي بوطالب اش قال هنا واش قال هنا كنبقى وفي الأخر شنو كتبت له واحد الجملة قلت له بالله عليك كتقولوا المغرب والجهوية المتقدمة وتمكين الجهات من صلاحيات واسعة وتمكين الجهات والحكم الذاتي في الصحراء قلت له عروز المداوي خصو قرار من الرباط قلت له عروز خصنا قرار يجي من الرباط تيقول بقيت كنضحك كتبت صافي مشى هذاك بقات ديك الاوضاع هكا بقات هذيك المعاناه يعني الوضع تزير بزاف 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 ايوا حتى الواحد كيقول لك غيجي الاشكال الاخر ديال واخا عينيه عيني مابقيتش كنشوف بهم القيامه واحد النهار دخلت في اضراب عن الطعام يومين يا اختي 48 ساعه ومعد وداوهاش فيا وصافي نعست ومعصبت ملي كدير اضراب عن الساعه كتبت الوكيل الملك ودرت اضراب عن الطعام وما جاو عندي واحد الصباح نوض نمشي للطبيب ما بقيتش غادي للطبيب صافي انا ملي كندخل اضراب عن الطعام مشيت خليني تندير اضراب ونموت ملي كنت صافي ما صافي مشيتش للسبيطار كان ديال العينين ولا ديال فمك ديال العينين اللي كان عندي المشكل في العين ديك اللحظه ولكن حيت الانسان كيضرب على 48 ما كيبقاش بعقله هو هذاك يعني هادئ تيولي معصب قلت له انا تشتك ما كريتش 48 صافي كدير اضراب مفتوح عن الطعام وما خبرتكش كاع به ديك اللحظه دخلت فيا قبل ما تجي الزياره وقاطعت التليفون وقاطعت الفسحه 48 48 ولا 72 ساعه ما خرجتش من غرفتي ممنوع صافي ما كناكل ما كنخرج فسحه ما كنهضر حتى مع واحد ما كنستعمل تليفون ما والو صافي بقيت من بعد ما عرفت شنو اللي وقع رجعت الامور اللي كنا ناكل كيقولوا لي واحد النهار حتى غيجيو جاو عندي قالوا لي غادي تمشي للسبيطار تميت غادي 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 حتى وصلت عند رئيس المحكمه الايقاف قال لي غتلبس الكسوه دابا هنا غيولي عاوتاني خطه اخرى حيت دابا شنو قلت لك انا قلت لك غيتبدل المعامله من بعد العفو من بعد السياسه وتي في ثلاثه المستويات ادماج العقوبه غيتلغى اول مره غيولي الضغط تمشي للسبيطار بالكسوه كاهانه ثالثا غيولي داك التصنت على الودنين والتفتيش السبرديله والتليفون دابا هذو كلها تحولات وقعت ما بعدها اما ما قبل ما كانش هادشي كنا نخرجوا بالسبرديله بالصباط كنخرجوا للسبيطار بلا حتى شي حاجه كنا احيانا يعني كانت معامله في شكل لان كان ديك السيك ولكن من هنا ما بغيناش نكتبوا العفو صافي هما يصعدوا معنا وانا لحقت واحد ديال الكسوه قال لي غتلبس الكسوه قلت له علاش قلت له ما عمرك ما قلتي لي لبس الكسوه علاش اليوم قلت له ديك النهار انت خرجيني والمدير بكسوه قلت له كانت نحبسوا هنايا وصلنا لوقت نهايه الحلقه هذه القصه ديال هذا الاشكال ديال الكسوه وديال التنقل ديالك للمستشفى نطرقوا له في الحلقه القادمه شكرا لك حميد شكرا لكم مشاهدي الكرام والى اللقاء في الحلقه القادمه